ماشي 10 ماشي 15 مي 19000 درهم هي اقل حاجه تقدر تدخلها شهريا من هذا البروجي هذا اللي غنوريك في هذا لا فيديو هذه. تطلق معايا مزيان ودنيك وحبس شي شويه داك الوحيش ديال الدوبامين اللي كيخليك غير كتسكرولي وكتنقز من الفيديو لفيديو، لان هذه الفيديو هذه تقدر تغير لك حياتك. هذا المجال هذا اللي غنهضروا عليه في هذا لا فيديو اليوم مجال جديد، وانا متاكد ما عمرك شفتيه في اليوتيوب المغربي ولا حتى اليوتيوب انترناسيونال، وداكشي علاش كانت غادي تحط هاد لا فيديو لحد اللي فاتت وتانيولات وكاع ما كانت غادي تحط كاع. بحال اللي كتعرفوا البيزنسز اللي كنجيبو والافكار اللي كنجيبو في هاد لاشين هادي اللي هما جداد وباقين في الميكا ديالو، وكنتو حقيقه بزاف ديال الناس اللي كتبوا لي في انستغرام وراوني لي ريزولطال ديالهم من بعد الفيديو الاخراني. الدراري قدرت توصل ل 800 1000 1500 دولار وغير في جوج سيمانات، وكثر من هادشي الكيك اللي هضرنا عليه في فايفر داز من 48 واحد تي اوفري وداك سيرفيس ل 1000 والصرف. وبحال في كاع جميع الفيديوهات عندنا ثلاثه ديال لي شابيتر. الشابيتر الاول كنعرفوا فيه شنو هو هاد الدومين هذا ديال هاد لا فيديو هادي، والشابيتر الثاني غادي نتعلموا كيفاش نخدموا كيفاش نابليكيو داك البيزنس، والشابيتر الثالث بيان سور هو الشابيتر الاكثر اهميه اللي كنعرفوا فيه كيفاش كيمشي هاد البيزنس كيفاش نبيعوا وفي القاو لي كليون ديالنا. سو بحال ديما زير معايا الصمته مزيان ليتس جو. قبل ما نقول لك السميه ديال البيزنس اللي غادي نهضروا عليها اليوم وغنخدموا معاه اليوم، غادي نقول لك الطريقه كيفاش لقيناها، حيت بالطريقه اللي لقيناها بها حنا غتقدر تلقى بها حتى انت بيزنسات واحد اخرين ودي زوبورتونيتي اللي تقدر تضرب بهم الفلوس ديال بس. دابا حنا في شهر 6 وهادي واحد تقريبا شهرين حتى 3 شهور، عيط لي واحد من البيزنس بارتنرز ديالي وقال لي بان البيرسونال ويب سايتس راهم تريندين في جوجل. اوكي شنو هما البيرسونال ويب سايتس؟ هما واحد لي سيت ويب كيتصوبوا بواحد الطريقه بسيطه بزاف، تيكونوا فيهم لي زانفورماسيون ديال هذاك السيت اللي غنصوبوا عليه لو سيت، شنو كيعرف يدير والكونتاكت ديالو. البيرسونال ويب سايتس في الاول ما خديناهم بالسيريو، مي كيما كتعرفوا اي حاجه جاتو اي بيزنس بان كيخاصو يتيست وكيخاصو يتجرب باش نعرفوا بصح واش خدام ولا لا، وحيت هو تريندين بيان سور دخلنا عليه ديريكتومون. والمفاجاه كانت هي في ثاني ايميل غادي نصيفطو غادي تجينا لاكسبتاسيون وغادي يجينا لوفر باش نخدمو البيرسونال ويب سايت لواحد من لي كليان. من بعد شدينا صوبنا واحد التومبليت وبدينا كنصيفطو للناس بزاف. دونك في الاول بدينا بليزانفلونسر انستغرام، كتكون عندهم دايما واحد الايميل في البايو ديالهم، دونك ولينا كنشدو دوك الايميلات كنكتبو لهم ايميل ستوندار وكنصيفطوه ليهم وكنقول لهم راه هادشي راه تريندين دابا وكلشي كيخدم به. من بعد بيان سور ليزانفلونسر دزنا ليزانفيستيسور دزنا الحرفيين دزنا الناس اللي عندهم شي خبره ولا شي سيرفيس كيقدم بار انترنت، واخر حاجه دزنا هي الناس اللي كيقلبوا على خدمه ولي ماناجر. صوبنا لهم واحد الايميل ستوندار اللي تيقول لهم بار اكزومبل بان الا كنتي تقلب على خدمه بانه بيرسونال ويب سايت غادي يعاونك بزاف، لان غيبين السيفي ديالك كثار وغيبين لي زانفورماسيون ديالك كثار وغادي ياخذوك هذوك الناس اللي كيقلبوا على الخدمه بلو سيريو. دونك اليوم غادي نعرفوا وغادي نتعلموا كيفاش نصوبوا حتى 10 ديال البيرسونال ويب سايت في نهار واحد، ونقدروا نبيعوا لكل واحد ما بين 70 300 حتى 400 ديال الدولار الواحد. لهادشي هذا ما غادي تحتاج حتى شي مهاره، غير تبع لي شابيتر اللي جايين وغادي تعرف كيفاش تخدم وكيفاش تقلب على الكليان. قبل ما نوصلوا لابارتي الاكثر اهميه اللي هي كيفاش نلقاو الناس اللي غنبيعوا لهم، حيت الا صوبتي بيان سور ويب سايت وما لقيتيش لمن تبيعوا راه ما بحال ما درتي والو. نعرفوا بعدا كيفاش كيتصوبوا هاد البيرسونال ويب سايتس وكيفاش الطريقه ديالو. داكشي علاش ندوزوا للايكرون. اي بغيت نعطيكم مثال لي سيت اللي غنصوبوهم. بالنسبه لي سيت حنا نصوبو حنايا غادي يكونوا بحال هكا، غيكون عندهم التصويره ديال هذاك اللي غنصوبو لو سيت، السميه ديالو، من بعد لي زانفورماسيون ديالو، لي سيرفيس اللي تيقدم، سكيلز اللي عندو، ريزومي، وهنا بيان سور غنعطيكم التامبليت اللي غتاخذوها ديريكتومون وما يخصكم الا تعمروا الويب سايت بلي زانفورماسيون ديال لو كليون ديالكم. وكاين بزاف ديال لي تامبليت اللي غادي نهضروا عليهم من بعد. وباش نديروا هادشي كامل خاصنا واحد الويب سايت هولدينغ، دونك غندخلوا الدريم هوست اللي هو اللي غادي بروبوزي لنا الهوستين اللي غنخدموا به هذه المره هذه، وهي لا سول اكسبنسز اللي عندنا. دونك غنمشيو لهنايا الاول حاجه ووردبريس، ووردبريس بيزكس هي لتحت. حنا نورمالمون كنخدموا لي سيت ديالنا بدريم بريس، ولكن كفايه الا بغيتي تخدم غير بووردبريس بيزك حتى هي كافيه، اللي كتخلص عليها تقريبا شي 2 اورو ماكسيموم ولا 2 دولار ماكسيموم من الشهر. حنا غادي ناخذوا دابا واحد نقولوا ديال العام تعزل ما بين جوج ديال لي باك عاوتاني، ووردبريس ستارتر ولا ووردبريس انليميتد. هذا ما ننصحكش به نفس الثمن، ولكن هذا ما ننصحكش به لانك يلا تخدم به ويب سايت واحد. حنايا غادي نخدموا لي سيت ديالنا كاملين بهوستين واحد، دونك هذا كيعطيك انليميتد ويب سايت. دونك بهذا الهوستين بوحدو
اللي كتخلص فيه غير 3 دولار في الشهر غادي تهوستي فيه لي سيت ديالك كاملين. غادي يعطيك فري دومين الا ما كانت عندك فلوس باش تشري الدومين الاولاني، ووردبريس كيقول ديزا بري انستالد، وبيان سور اس اس ال سيرتيفيكيت اللي هي مهمه اللي كتخلي الواحد فول سيكيورتي يدخل الويب سايت داك. دونك غنمشيو هنا غادي نديرو ساين اب ناو باش ناخذوا هذا الباك هذا. من بعد هنايا غادي يقول لك بيك بلان، انا غناخذو قدامكم باش ما تقولوش راه كنوريكم شي حاجه ماشي هذيك. غادي نمشيو غناخذ دير نيو دومين، ها بغيت ناخذ واحد الدومين جديد، غادي ندير السميه ديالي، ناخذ السميه ديالي .com. من بعد غادي يقول لي اد فور زيرو دولارز، فوالا هنايا غادي ندوزو للتشيكين، غندوز نخلص قدامكم، ما فيش اللعبه ديال بصح. نمشي غادي نزيد الايميل ديالي، انا غنساين اب بجوجل ديريكتومون. كتستعمل جيميل ديالك باش تدخل ديريكتومون، صافي السميه ديالي، فون، حتى شي حاجه من هادشي ما غنحتاجوها، غادي نمشيو ديريكتومون وغادي نسابميتيو الاوردر. وكيف ما كتشوفوا 35 دولار غنخلصها قدامكم. ها هي اكونت كرييتد، بيلين ادد، دومين ادد، صافي ما بقى علينا دابا غير نتسنى واحد شويه وكيلونسيونا من بعد. فوالا كيف ما كتشوفوا كونتينيو تو يور كنترول بانل، كتمشي ديريكتومون هنا كتكليكي باش توصل للكنترول بانل ديالك. وصافي من بعد كنتسنى واحد شي شويه بيدمان ما كي فاينلايزيو ولا كي فينيو الويب سايت ديالنا، تقريبا كتاخذ واحد 10 دقائق ونعاود نرجعو نكملو. فوالا من بعد ما كمل السيت اب كتاخذ تقريبا واحد 5 حتى 10 دقائق. كنهبطو هنايا شويه لتحت حتى هي كبيره وباينه انستال ووردبريس ناو، ما كتحتاجش فيها بيان سور لا مهارات لا والو. شوف كليكي هنا كليكي هنا كليكي هنا، تبع المهارات غتحتاجهم مي غتبيع هذا لو سيرفيس هذا ولا مي غتبغي تبيع هذا لو سيرفيس. ديما ما تكمل الانستالاسيون ديال ووردبريس راه بحال اللي قلنا هذا الهوستينغ اللي خديناه غادي نستعملوه مره واحده. دونك جميع لي دومين اللي غادي نشريو من بعد بيان سور غادي نجريوهم من هنايا في مانج دومينز. صافي كتبقى تجيد لي دومين ديالك وديريكتومون كتجي كتانستالي ووردبريس في لو دومين جديد وكيخدم ديريكتومون بلا ما تبقى تشري الهوستين كل مره. فوالا كيما كتشوفوا هنا لاستالاسيون سالات، خدات تقريبا واحد 10 دقائق، ما بين 5 و 10 دقائق كنمشيو وكنديروا اوبن ووردبريس اديتور وكنكليكيو عليها. ومن بعد غادي نمشيو هنا الفوق الويب سايتس وغادي نحلوا مانج ويب سايتس، وباش غادي نوريكم كيفاش تمانجيو ولا كيفاش تجيري ولا كيفاش تخدم الويب سايتس الاخرين لي كليون جداد اللي غيجيو عندك غتبغي تاجوتيهم لهذا الهوستين الوحيد اللي غتستعمل. دونك من بعد كيف ما كتشوفوا ها هو الويب سايت ديالي هنايا الاولاني. من بعد غادي نمشي غير هنا الفوق اد ويب سايت، كنكليك عليه وكنأجوتي الويب سايت واحد اخرين. وكيف ما كتشوفوا يمكن لي نزيد انليميتد بدون نهايه ولا الان فيني لي ويب سايت هنايا وبهوستين واحد. دونك غادي نمشي بار اكزومبل هنايا السيت ديالي غادي ندير مانج. من بعد غنمشي غنقلب على هاد ووردبريس هادي وغنمشي هنايا اليمين غندير مانج. كما كتشوفوا هنايا خرج ديريكتومون في الداشبورد ديال ووردبريس اللي كتحكم ليا واللي يمكن ليا من موديفيه منها الويب سايت ديالي. سهل بزاف، ما علينا غير نمشيو الابيرنس تيم هنايا نكليكيو عليها. وكيف ما كتشوفوا ديجا عندنا واحد لي تيم ستوندار هنايا وفابور، حنا غادي نمشيو وغادي نجيبو لي تيم بيرسونيل ديالنا هنايا باش نوريكم كلشي كيفاش كنديرو حنايا ومنخبي لكم حتى شي حاجه. غنمشيو البلاجين ونديرو اد نيو بلاجين، غنمشيو من بعد وغادي نكتبو انفاتو وغنجيو هنايا الانفاتو اليمنتس فوتوز اند اليمنتور تمبليتس. غادي نمشيو غادي نديرو لها انستال ناو، غادي تانستالا وهذه هي اللي غادي نخدمو بها دابا. من بعد هنايا في ووردبريس كيبان لنا بان خرج لينا لو بلوغين هنايا اللي سميتو اليمنتس، كنمشيو كنوقفو عليه بحال هكا وكنمشيو كنديرو ديريكتومون كليكوم ديرو فري كيتس. حنا غنمشيو غادي نديرو تمبليت كيتس نكتبو بيرسونال وهنايا كيطلعو لنا جميع لي كيت. هادو هما اللي يمكن لكم تانستاليهم وتخدموا بهم اللي بغي تيم لي فريمون ودي كيت لي فريمون واعرين بزاف اللي تقدروا تصيفطوهم. بيان سور تصيفطوا واحد جوج ولا ثلاثه ديال لي زيشونتيون لو كليون اللي غادي تخدموا معاه، وبيان سور تخليه هو يعزل وانتم غتبقاو غادي تاجوتيو هاد لو تمبليت هادي وما يوقع لكم غير لا تموديفيو تاجوتيو التصاور ديالو تبدلوا السميات واللعيبات وانتم ساليتو. اللي غادي يقدر هو يعزل الا واحد منهم بغا. دونك انا غنمشي بار اكزومبل عجبني هذا غادي نمشي غندير ليه بريفيو باش نشوفوه كي داير. فوالا كيف ما كتشوفوا بام بام زويون لو كليون ديالك كتعطيه بزاف الحوايج كما كان انفلونسور انفستيسور كيبيع شي سكيلز ديالو بيرسونال براندين دونتيست اي مجال. المهم هادشي غنتعرفوا عليه في لابارتي الاخرانيه. دونك كيف ما كتشوفوا من بعد سيرفيس بورتفوليو بيجز بلوك كيخص كيتهبط هنايا من بعد تاجوتي هادشي وتبقى غير كتموديفي. دونك غادي نرجعو من بعد الانيمات انفاتو ونقول ليه واخا عجبني هذا انستال ناو. صافي من بعد انستالين كيبان لك سكسس كتمشي هنايا الفيو كيت. ضروري يخرجوا لك هذا الميساج ديالو هنا الفوق بان خاصك
انستالي واحد 6 ديال الحوايج قبل ما تخدم بهذا، غادي نمشيو ماشي مشكل، غادي ندير انستال ريكويرمنت، غنمشي غنانستاليو داكشي اللي خاص هاد لو تيما دابا تيخدم كيتانستالا كيف ما كتشوفوا سكسس سكسس سكسس. من بعد غادي نمشي يمي كيتسالي هادشي كامل، غادي ندير كلوب في اليمنتس، كنمشي كنامبورتي كاع هاد لي زيليمون اللي كيفورميرو ليا الويب سايت ديالي. دونك هنا غتلقى واحد امبورت، غتمشي تامبورتي هادي كاملين، امبورت امبورت امبورت. هنا كيف ما كتشوفوا انا عندي امبورت اجين، هادي باقا ما تامبورتاتش. فوالا كنمشي كنت لا امبورت، كتبقى تشارجا حتى كتولي كتبان بحال هذه هنايا، كتولي عندك امبورت اجين. بعد منها كنمشيو للتمبليتس، سيف تمبليتس، كنبركو على سيف تمبليتس اللي عندنا هنايا، نمشيو هنايا الفوق وكنكتبو كنبركو على اد نيو. هنا كنمشيو كنديرو هنايا بار اكزومبل بيج، كتبي بحال يدير بيج نيو ودير كرييت تمبليت عندنا دابا. دونك شنو كنمشيو نديرو، كنمشيو كنديرو بحال هكا، كنبركو على ديك البوطونه، كنمشيو هنايا الماي تمبليتس. كيف ما كتشوفوا انا راه ما كنفهمش بزاف في ووردبريس، مي كوميم كنتبع غير الخطوات وكنمشي بشويه بشويه. المهم غنقلبوا على هيدر، هيدر اللي هو الراس ديال الويب سايت. كنمشيو هنايا كنديرو هيدرز كيف ما كتشوفوا، كنديرو هنايا انسرت ابلاي صافي. من بعد مي كنبدا انسيريو كنسيريو بيان سور بحال اللي قلنا الهيدر اللي كيكون في الفوق ديال السيت. من بعد كنسيريو الهوم، الهوم هي هادي كيف ما كتشوفوا لي زانفورماسيون على داك السيت اللي غادي نصوبوا ليه لو سيت ديالنا. كيف ما كتشوفوا اي حاجه تيسا بركنا عليها راه يمكن لينا نموديفيوها. انا مالوغوزمون مازال ما كيخرجش ليا، راه مازال كيتشارج التيم حتى كنشرح لكم. اي حاجه بحال اللي كتشوفوا كنسيليكسيوني كليان سوبريمي هادشي ونعاود نكتبها هنايا، نعزل التايب ديال الكتابه، نعزل السايز ديالها حتى هو. التصويره وكذلك يمكن لي نشد التصويره هادي نحيدها، ناجوتي التصويره ديال السيد اللي غادي نخدم ليه هاد الويب سايت وهادشي اللي كاين. صافي كنبقى ناجوتي لي زانفورماسيون ديالو. ومي كنسالي كنهبط هنايا لتحت كيف ما كتشوفوا، راه باقا مطفيه عندي لينا خصني مازال نزيد شي حوايج، وكنبركو على بابليش وكتكون الويب سايت ديالنا سالات والعقد خلات. دونك مرحبا بك في الشابتر الثالث اللي هو غنعرفوا كيفاش نلقاو الكليان ديالنا وكيفاش نصيفطوا لهم لي زيميل. بار اكزومبل غنعطيكم ثلاثه ديال لي زانكزومبل حنا اللي تنخدموا معاهم، داكشي علاش غادي نخليكم نتوما تجبدوا دي زيد جداد وتفكروا كيفاش تلقاو دي كليون جداد. دونك بار اكزومبل ليكزومبل الاولاني هما لي انفلونسور، من بعد عندنا لينكدين بروفايل لوكين فور جوبز، هما الناس اللي في لينكدين كيقلبوا على خدمه، وبيان سير لو زانفيستيسور بحال اللي قلنا في الاول. دونك كيفاش غادي نديرو، هادو هما التيبس اللي غنعطيكم كيفاش تصوبوا هادشي. دونك لي انفلونسور غادي بيان سور نمشيو كتبوا لهم بيان سور في الدي امز ديالهم، ولا غادي نصيفطوا لهم انيمال بيان سور كيف ما كتعرفوا. بار اكزومبل لي انفلونسور كاع عندهم واحد ايميل هنايا محطوط، ولا يمكن لك تصيفط ليه ديريكتومون ميساج. وبيان سور التيب اللي غادي نعطيك هو انك تبدا الميساج اللي غتصيفط ديما بكولاب، كتب كولاب دير نقطه رجع للسطر، هو باش كتبان لي كولاب كيدخل يكليكي عليها ديريكتومون عاد تيقرا الايميل ديالك. من بعد بيان سور لينكدين بروفايلز لوكين فور جوبز، هما الناس اللي تيقلبوا على خدمه في لينكدين. دونك كيفاش غادي نجيبوا هاد الناس هادو، يا غنقلبوا في لينكدين غنصيفطوا لهم دي ميساج، ولا غادي نستعملوا واحد الاب، هادي ما ننصحكمش بها حتى من بعد حتى ديفلوبر بيزنس ديالكم لانها غاليه شي شويه. واحد اب سميتها لوشا اللي كتطلع عليكم لي زيميل ولا كاع النيميرو التليفون ديال الناس اللي كاينين في لينكدين. وهاد الناس هادو كيفاش غادي نلقاهم، غندخلوا بار اكزومبل لينكدين غنبداو نقلبوا في لي بروفايل. وكيف ما كتشوفوا الناس اللي كيكونوا كيقلبوا على خدامي كيكونوا دائما عندهم واحد العيبه هنايا خضراء، اوبن تو ورك. وهاد الناس هادو فريمون احسن طريقه تصيفط له ميساج ولا جبد الايميل ديالو ولا التليفون ديالو بلوشا وتصيفط له. بيان سور كيف ما كتعرفوا بان هاد الناس ما كيكونش عندهم راس مال كبير ولا شي لعيب بحال هكا، دونك هادو غادي نشارجيوهم قل من اللي غنشارجيو الناس الاخرين. نقدروا نحسبوا عليه ما بين 70 حتى 150 دولار، انفلونسور ما بين 100 حتى 200، ولي زانفيستيسور من 200 وانت غادي طالع. باش نقنع هاد البروفيل هذا اللي كيقلب على الخدمه، بيان سور شنو غنكتب ليه، غنكتب ليه في الايميل بان هاد لو سيرفيس اللي تنقدمو غادي يعاونو بزاف. كما كتشوفوا بحال بالبينيفيتس هادو تقدروا تزيدوهم في الايميل، تقدر تزيد تقول ليه راه كتعاونك كونترولي داك شنو كيشوف لومبلواير ديالك، كتعطي لومبلواير ديال واحد الفكره بانك فريمون خدام ديال بصح. حتى الا ما كانت عندك فكره كيفاش تكتب واحد الايميل اللي غنصيفط للكليان ديالك، ولا كنتي بيان سور معيقيز ما عليك الا تمشي لجوجل تكتب ايميل اكزامبلز تو بريزنت سيرفيس، وغيطلعوا لكم دي زيميل بزاف اللي تقدر تبقى غير كتعمر فيه وتزيد هذوك البينيفيتس اللي هضرنا عليهم قبيله. ليزانفيستيسور بيان سور غتلقاهم 100 في لي سيت ديال ليزانفيستيسور، ولا في لينكدين، ولا تصيفط لهم ايميل. وبيان سور غتقولوا لهم بيان سور هاد الويب سايت اللي غنخدموا لهم حنايا غتعطيهم مور فيزيبيليتي، وغيقدروا يلقاهم الناس بزاف اللي غيخليهم يلقاو اكثر ديال المشاريع اللي تيقلبوا عليهم. الا بغيتي تعرف المجال اللي وصلوا فيه الدراري 1000 حتى 1500 دولار في جوج سيمانات، ما تنساش تكليكي عليه وتفرج لا فيديو هذه. 3 2 1 تشاو.